أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 819 إصابة من مرض كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 36,313 حالة. وعلى صعيد الإصابات، أعلنت الوزارة تسجيل 582 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 45,524 حالة. كما تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 350 حالة.